الساعة كام معاكي؟ 7:05 مثلا. هو أنا مش قلت المرة اللي فاتت إن أنا مواعيدي بالثانية؟ يعني لو عندك ميعاد بروفا الساعة 7 تبقي موجودة هنا 7:15. معلش النهارده كان يوم ملخبط قوي. يومك الملخبط دوت مشكلتك انتي مش مشكلتي انا. ايه الهباب اللي في وشك ده؟ اتخانقتي مع سواق التاكسي ولا ايه؟ تمرين. تمرين؟ مرني ايه يعني؟ مصارعه؟ بوكس. اوكي. ده برضو علشان القضية؟ اها. اوكي. تاني مرة لو اتأخرتي دقيقة واحدة تبقي دوري على حد يدربك تمثيل غيري. مفهوم؟ مفهوم.